إخواني جميعا، نفتخر في هذه اللحظات بالوقوف برعاية الرئيس عبد المجيد تبون وشعب الجزائر الشقيق لنوقع معا على هذا الإعلان حتى نتخلص من هذا السرطان الخبيث الذي دخل الجسم الفلسطيني وهو الانقسام. والغريب عن ثقافتنا والغريب عن بنيتنا وتاريخنا، أنا واثق أمس الرئيس عبد المجيد تبون نقول له شكرا، قال لا أحتاج إلى الشكر، نحن فلسطينيون نقوم بواجبنا. وأنا أقول نحن نشعر بالفعل بالثقة والتفاؤل أن هذا الإعلان سينفذ، لن يبقى حبرا على ورق، ونحن كحركة فتح نعاهد أن نكون أول المنفذين. وأنا أقول لكم أيضا هذه القاعة، أنا كان لي شرف المشاركة بكل دورات المجلس الوطني الفلسطيني منذ أن كنت ممثلا للاتحاد العام لطلبة فلسطين في هذه القاعة، والذي توج بإعلان الاستقلال الذي فتح أبواب الشرعية الدولية لنا مستفيدين من تجربة جبهة التحرير الجزائري، وواثقون سنصل معا في لذلك أقول كل التقدير لشعب الجزائر ورئيس الجزائر وحكومة الجزائر وكل قواها، وإن شاء الله سنتحمل هذه الأمانة بالصدق حتى نمشيها.